الحديث أيها الأحبة في موضوع يكره الإنسان أن يذكره، بل يفر منه، يبغض الحديث عنه، ألا وهو الموت. مع أن الإنسان يعلم علم اليقين بأن الموت مصير حتمي واقع. أكو إحنا نشيل الجنايز وندفن الأحبة، بس ما نحب الموت، نكره الحديث عن الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه. الله يقول أنتم تهربون، أعرف. فالإنسان لا يحب الموت، ولا يمكن أن نمر على هذه الفاجعة واقعة كربلاء دون أن نشير إلى الموت، لأن الموت كما تعلم احتل مساحة واسعة من كربلاء، أفردت له مساحة واسعة جدا. لذلك أيها الأحبة، نتحدث عن الموت من خلال منظور علم النفس، وننتقل إلى المنظور الفلسفي، ونحط الرحال أخيرا في منظور أهل البيت عن الموت. علم النفس، علم النفس تطرق إلى الظواهر النفسية مثل الهلوسة، مثل القلق وغيرها، بإسهاب وتفصيل، دراسات، كتب، مقالات، بحوث. ولكنه عندما جاء للحديث عن ظاهرة القلق من الموت ما أعطاها تلك المساحة مثل بقية الظواهر، مع أنك تعلم أن ظاهرة القلق من الموت هي أكثر ظاهرة تؤرق الإنسان، تتعبه. أكبر ظاهرة تؤرق الإنسان هي القلق من الموت. يعني من باب الإنصاف، علماء النفس ترى أجروا دراسات ميدانية عن القلق من الموت، لكن هالدراسات ما أعطت نتائج مرجوة مثل ما أعطت في بقية الظواهر. وهذا ترى أمر معروف، الدراسات ما أعطت نتائج لأن الباحث والمبحوث اثنينهم يكرهون الموت أساسا. اللي يجري الدراسة وعينة البحث يكرهون الموت، لذلك لما إجوا يسألونهم لاحظوا في إجاباتهم إما تهرب إما عدم تركيز. يعني يجاوب يعني زين منه تطلع كلمة على اصطلاحنا، فما أعطت النتائج المرجوة. الإنسان أيها الأحبة يكره المرض، يكره الفشل، يكره الفقر، يكره الجهل، بس مو مثل كره إلى الموت. أكثر شيء يكره الإنسان هو الموت، لأن الجهل له علاج، الفقر ما تدري بحظك بهالدنيا، يمكن يضرب حظك يوم من الأيام وتصير مليونير مرة واحدة، مع أننا نعرف حظنا وأمثالي، حتى قلب بن سل ما يطلع لنا، بس يمكن. يعني كل شيء إلى علاج، المرض إلى علاج، إلا الموت ما إلى علاج، هو آخر علة يعتل بها الجسم العليل وينتهي موضوعه. لذلك يكره الإنسان. الإنسان يقلق من الموت، يخاف من الموت، يكره الموت، لأن معناته فراق الأحبة، الثروة اللي جمعها بيخليها إلى الورثة، يخلي البيت ويمشي عنه. وتتذكروا بالأمس لما ذكرنا أن أقوى غريزة تحكم الإنسان هي غريزة حب الدنيا. الإنسان يبغي يعيش بهالدنيا، فتصور أن الموت ينهي هذا كله، يخلي العائلة، الأحبة، الأولاد، الثروة ويمضي عنها. مو الإمام الحسن عليه السلام وهو سيد شباب أهل الجنة، والإمام الحسن حديث رجل عظيم بهالعظمة، إمام معصوم، ترى كلامه إياك أعني حقي أنا وأمثالي، عند الموت يبكي الإمام، يقولون إلى ما الذي يبكيك وأنت سيد شباب أهل الجنة؟ قال أبكي لخصلتين، هول المطلع وفراق الأحبة. فيكره الموت لهالسبب. بعد يكره الموت لأنه يعرف الموت ترى مو نهاية كل شيء، لا لا لا، مقبل على حياة، وهاي الحياة يجهلها الإنسان. وأمير المؤمنين عليه السلام يقول الناس أعداء ما جهلوا، هو يعرف آيات أحاديث،
بس ماكو واحد ميت والله بعثه وفصل لنا التفصيل اللي يشفينا ويعطينا الأجوبة. لا لا لا، رايح إلى مصير. وإلا لو كان الموت هو النهاية ما كانت تلك المشكلة. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل حينها عن كل شيء. فالإنسان يكره الموت. الموت الله يعطيكم طولة العمر إن شاء الله. الموت أكو سؤال مؤرق إلى العلماء، بماذا يتحقق الموت؟ هل يتحقق بموت القلب أم بموت الدماغ؟ هذه مشكلة. القلب هو مضخة دم لا أكثر، ولذلك القلب يستبدلون بمضخة صناعية يضخ الدم إلى الأعضاء. الدم يحمل وياه نسبة من الأكسجين، إذا توقف القلب توقف الدم، ماكو ضخ دم إلى الأعضاء، فتموت الأعضاء تدريجيا. الدماغ يقول العلماء الدماغ يزن 1200 غرام، يتكون من 3 أجزاء: مخ، مخيخ، وجذع المخ. جذع المخ هو المهم، هو محور البدن، كل البدن مثل شبكة الاتصالات اللي تربط بقية الخلايا في الجسم، هذا جذع المخ، يصدر الأوامر والمسؤوليات إلى الخلايا اللي موجودة بالجسم. فإذا مات الدماغ توقفت الوظائف الحيوية. إذا مات الدماغ توقفت الوظائف الحيوية، والدماغ لا يستبدل. القلب قلنا يستبدل، أما الدماغ ما يستبدل. الموت عادة يتحقق شلون؟ توقف القلب، يقولون ما تحت فأنفه، يتوقف القلب عن النبض فتتوقف الأعضاء تدريجيا تموت. المخ يموت بعد 5 دقائق من توقف القلب، الكلية بعد 20 دقيقة أو أكثر شوية، وتتوالى الأعضاء تموت تباعا. هذا الحالة طبيعية للموت، المعهودة للموت. بعض الأحيان لا، المخ هو الذي يموت، يموت الدماغ قبل القلب. الله يجيركم إن شاء الله ويجير كل أحبتكم ويحفظكم إن شاء الله. بعض الحوادث إذا صارت يموت الدماغ قبل القلب، أو بعض الأحيان حالات يصير نزيف بالمخ، الله يجيركم، الدماغ يموت والقلب ينبض. يجيبون هذا المريض يخلونه على السرير، يوضعون عليه جهاز الإنعاش، يسمون الأطباء ميت سريريا. هذا شو نسوي فيه إحنا؟ هل هو ميت أو غير ميت؟ جامعة هارفارد، هذه جامعة مرموقة، في عام 1980 قرروا بأن الموت الطبي هو موت الدماغ. أما علماؤنا علماء الإمامية انقسموا إلى قسمين: الغالبية الأغلب مثل السيد الخوئي، السيد الإمام، السيد السيستاني، شيخنا التبريزي، هؤلاء قالوا بأن الموت هو موت القلب مو موت الدماغ. يعني لو عندنا مريض على فراش الموت وحاطين عليه جهاز الإنعاش، والطبيب يقول هذا ما عنده أمل طبيا، 1 بالـ1000 يرجع إلى الدنيا، شو نسوي فيه؟ ما نشيل عنا الجهاز، يضل شهر سنة، لا ما ينشال. بعض علمائنا قالوا إذا رفع الطبيب عنه جهاز الإنعاش قتله وعليه دية، إلا إذا حدثت حالة تزاحم. حالة تزاحم يعني جابوا مريض بالإسعاف دماغه حي ويحتاج إلى جهاز الإنعاش اللي موجود على اللي دماغه ميت، شو نسوي؟ إذا تحتاجون هالجهاز يرفع من على هذا المريض اللي دماغه ميت ويوضع على المريض الذي لا زال دماغه حي. هذا فقط الاستثناء، وإلا تكون قتله. الجزء الآخر من علمائنا قالوا لا، الموت هو موت الدماغ. فهذا علم النفس وما يرتبط به من التشريح. نجي إلى المنظور الفلسفي.
الفلاسفة شي يقولون عن الموت؟ الفلاسفة يقولون الموت هو انفصال شعاع الروح عن الجسم. الفلاسفة يقولوا إذا أردنا أن نفهم الموت خلينا أول نفهم الحياة، لأن الموت هو شنو؟ فقدان الحياة. فخلينا نفهم الحياة عشان نفهم الموت. قال الفلاسفة الحياة تبدأ شلون؟ إذا استقرت النطفة في رحم المرأة. إذا استقرت النطفة هنا تبدأ رحلة الحياة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. استقرت النطفة، فإذا استقرت في رحم المرأة يقول الفلاسفة تتحرك النطفة في اتجاهين، اتجاه مادي ملموس واتجاه معنوي. الاتجاه المادي شرح القرآن الكريم، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. هذا الاتجاه المادي للنطفة. الاتجاه المعنوي قالوا اكتساب النطفة للحياة، والحياة التي تمر بها النطفة ثلاث درجات عند الفلاسفة. الدرجة الأولى يسموها الحياة النباتية، بمعنى حياة النمو، تبدأ تنمو النطفة، هذه أول مرحلة. الدرجة الثانية الحياة الحيوانية، وهي حياة الإحساس والحركة، تبدأ تتحرك. الدرجة الثالثة للحياة هي الحياة الإنسانية، حياة الإدراك والعقل. إذا وصلت النطفة إلى الحياة أو الدرجة الثالثة سميت إنساناً، دبت بها الحياة. أكو إشكال عند الفلاسفة بعد، أكو رأي عند الفلاسفة يقولون ترى الحياة مو موجودة داخل الجسم. إحنا نتصور أن الروح داخل الجسم، يجي ملك الموت يقبضها ويطلقها في الهواء مثل العصفور. الفلاسفة يقولوا لا، الحياة متصلة، شعاع طاقة متصلة بالجسد من الخارج، تتحكم بهذا الجسد، اتصال التدبر والتحكم. فإذا جاء أجل هذا الإنسان وصل موته، ملك الموت يقطع الاتصال بين الروح والجسد. فإذا انقطع الاتصال يموت الإنسان. يترتب أثران على الموت. الأثر الأول موت الإحساس، تموت أحاسيس الإنسان. وآخر حاسة تموت عند الإنسان هي حاسة السمع، آخر حاسة تموت السمع. ولذلك هي أول حاسة يذكرها الله تبارك وتعالى بهالآية، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، آخر حاسة تموت السمع. روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تقول أن الميت إذا مات يسمع بكاء أهله وحديثهم، آخر حاسة. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني قالوا إذا انفصل شعاع الروح عن الجسد الدنيوي شو يصير فيه؟ يقولون يلبس جسدا مثاليا، بس مو مثل الجسد الدنيوي. الجسد الدنيوي محدود، يحده الزمان والمكان. أما الجسد اللي تلبس الروح بعد أن تفارق الجسد الدنيوي، هالجسد المثالي، تعيش من خلاله حياة إطلاقية غير محدودة. بمعنى أنا على هالمنبر، هالجسد محدود، يحدني الزمان والمكان، يعني ورا هالجدار أنا ما أدري شو صاير. العوالم الثانية أنا ما أشوفها، لأن حاجز الزمان والمكان موجود في هذا الجسد. فإذا فارقت هذا الجسد ترى كل شيء، لا حاجز زمان لا حاجز مكان. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشفنا كل شيء، الغطاء هو غطاء الزمان والمكان. فإذا انكشف الغطاء،
الناس العادية مثلي وأمثالي إذا انكشف غطاء الزمن والمكان عليه عنهم يذهل مما يرى، يشوف الجن، يشوف الملائكة، يشوف العوالم الثانية، فيذهل من هول ما يرى. أكو ناس هم في الدنيا أساسا هذا منكشف عندهم. أمير المؤمنين عليه السلام شي يقول؟ يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. أساسا الغطاء منكشف عنا، مو الإمام المعصوم. أكو ناس عادية مثلي وأمثالك انكشف أمامهم الغطاء، بس تحتاج عمل. خو الله ما عنده تمييز بين الناس، القصور مني أنا، الله مهيئ الوسائل كلها، تحتاج إليها عمل، تحتاج إليها إخلاص، تحتاج إليها صدق، سريرة تتوفر العوامل كلها في الإنسان. الله ما يبخل عليه، الله ما يبخل عليه. فإذا لبس هذا الجسد المثالي، يقولون الفلاسفة، يعيش الحياة الإطلاقية بين قوسين البرزخية، وهي قسمان، حياة انفصالية وحياة اتصالية. الحياة البرزخية يقولوا الفلاسفة أكو نوع نسميه حياة انفصالية، إذا فارقت الجسد الروح الجسد، الجسد راح يدفن والروح تمضي عن هذه الدنيا، ما عندها اتصال بالدنيا، تنفصل. وأكو حياة اتصالية، الجسد مدفون بس الروح تعطى أكرم حياة، وهي الحياة الاتصالية، موجودة على الأرض بس إحنا ما نشوفها. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أحياء موجودين، تقول الروايات يتجولون في الأرض، يسموهم شهداء لأنهم يشهدون على الأعمال، يشوفون أكرم حياة. هذا المنظور الفلسفي. مدرسة أهل البيت عليهم السلام كيف تنظر إلى الموت؟ لما نتحدث عن الموت مو معنى الإنسان يلبس جلباب الموت وخلاص يخلي حياته كلها موت، ترى بعد هذا ينتهي. مو المطلوب من الإنسان يغلق على روح الباب يقول أنا بموت، اتعطلت الحياة، لا جيت الكورة أنا ولا أي مكان بعد، خلاص صكيت على روح الباب وقعدت ببيتي. لا لا، المطلوب لا أن نعيش ثقافة الموت، أن نضع الموت نصب أعيننا، نتذكر الموت. النبي صلى الله عليه وآله يقول اكثروا من ذكر هادم اللذات، لأن ماكو حاجز عن الذنوب كالموت، ترى ماكو حاجز عن المعصية كالموت. إذا شفت فتاة أجنبية تتبختر أمامك بهالمفاتن الجميلة، تذكر الموت، تذكر الموت. إذا فتاة شريفة وأراد واحد يغويها، تتذكر القبر، تتذكر الحساب. كفى بالموت واعظا وكفى بالأجل حارسا، يقول أمير المؤمنين عليه السلام. ثقافة أهل البيت يعلمنا أن ننظر إلى الموت حتى يكون حاجز بيننا وبين الذنوب. سيرة أهل البيت مليئة. ابن شهاب الزهري يقول شفت الإمام زين العابدين عليه السلام في ليلة مظلمة وقد حمل جرابا على ظهره، يقول جراب ثقيل، قلت له سيدي خليني أحمل عنك، وين رايح أنت سيدي؟ قال هو زاد أعددته لسفر. معقولة الإمام مسافر بهالجراب؟ يقول أنا يوم الثاني شفته بالمدينة، قلت له سيدي تقول مسافر؟ قال لي يا زهري ليس السفر الذي ظننت، وإنما هو زاد لسفر الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أهل البيت هكذا يريدون أن ننظر للموت. النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا وضع الميت في قبره فهي أشد ساعة عليه،
ليش؟ مو لأن بغادر هالمنزل الواسع، بغادر هالأحبة، هاللباس الجميل يستبدل بخرقة بيضاء، المنزل هالجميل الواسع يستبدل بحفرة ضيقة موحشة نتنة، ويخلونا بروحه في القبر. يقولون تتمثل إليه أولاده، أولادي وين رايحين؟ قالوا إحنا حدنا إلى القبر ننزلك، تتمثل إلى أموال، أموالي جمعتكم من حلال من حرام، وين بتروحون؟ قالوا إحنا بس نشتري إليك هذه الخرقة، هالخرقة بعد موجودة بالمقابر ما يحتاج تشتريها بعد الحين، وأنت يا عملي، قال أنا معك، أنا صاحبك في القبر. شو العمل أنت اللي عملته هذا اللي صاحبك في هذه الرحلة؟ العمل العمل العمل. خذوا من ممركم إلى مقركم. ولذلك أقول لك سيرة أهل البيت، أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ينظرون إلى الموت هاي النظرة، وعجيب نظرة أهل البيت. الإمام الحسين عليه السلام يقول إني لا أرى الموت إلا سعادة. ليش؟ مول أن مصلح وضعه مع الله 100%، مصلح وضعه 100%، مثل أمير المؤمنين عليه السلام طايح في محراب راسه شطرين، وإيش قال؟ فزت ورب الكعبة، لأن مصلح وضعه مع الله 100%، 100%. أنا اللي أخاف من الموت لأن أعرف الله راح يحاسبني، وطريقي مو صحيح مع الله تبارك وتعالى، لذلك أخاف من الموت. في حساب، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، أعرف هذا كله أنا معرض إلى، لأن ما صلحت وضعي مع الله تبارك وتعالى، لذلك أخاف من الموت. الإمام الحسين عليه السلام عندما خرج من مكة، الخطبة اللي ألقاها ألقى بالظلال، شوف شلون رؤيته إلى الموت، كيف تطرق إلى الموت، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. يلتفت إلى إخوته يقول لهم انصبوا لي منبرا، كان يطوف بالكعبة، يطوف على جار العادة، وإذا يسمع صوت بين الركن والمقام، حبيبي حسين، يعرف هالصوت الإمام، يعرفه، لطالما هز مهده، لطالما ناغاه في مهده. يقول له حسين، التفت الإمام يمين وشمال، أهذا جبرائيل؟ قال حبيبي حسين اطلع من بيت الله، اخرج من بيت الله أبا عبد الله، لا تكون أنت من تستباح بدمه حرمة الكعبة. قال الحسين الله، لا بالمدينة آمن ولا بجوار حرم الله آمين، وين أولي؟ وين يروح إمامك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. عباس نور عيوني، أكبر قاسم انصبوا لي منبرا، نصبوا إليه منبر، أسندوه إلى الكعبة. صعد الحسين كأنه الشمس الطالعة. الناس متعودة كل ليلة الحسين ترى كان يصعد المنبر، بس كان يحدثهم في الصلاة، في الصيام، في الحج، في أمور دينهم، وكأنه دين جديد، لأن حرفوا الدين، لم يبق منه إلا صبابة كصبابة الإناء، ما خلوا شيء. فلما أشرف الحسين كالشمس ترك الناس الطواف، وداروا عليه حلقة، الأعناق مشرئبة إلى الحسين، ويش بيقول اليوم؟ ويش عند أبو علي؟ نشوف أحواله متغيرة، كأن لونه مخطوف مكسور.